وهكذا في مجال الأسمدة والبتروكيميكال. يعني أنا هذا المشروع الكبير اللي حكيت لك عنه، مشروع البتروكيميكال، أنا صار لي 5 سنوات أعاني من تخصيص الأرض، يعني الروتين القاتل، تنفيذ تعليمات العقود الحكومية، هذه تعليمات صار 5 سنوات متوقف المشروع على مود يخصصون له قطعة أرض. أستاذ عادل أمريكا لازم تفكر، 5 سنوات على مود تخصيص قطعة أرض. أي صحيح، نعم 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 نعم، ولحد اليوم، ولحد اليوم أتكلم معك بتدخل الرؤساء الوزراء شخصيا وضغطهم، يعني تخصيص الأرض لحد الآن يعني دنعاني معاناة كبيرة جدا. إيش قد ممكن هذا المشروع يوفر يوفر فرص عمل كدولة أعاني، ويوفر واردات إلى الدولة؟ إيش قد واردات؟ يعني أقول لجنابك هذا المشروع ثالث أكبر مشروع للكرة الأرضية، واحدة بأمريكا في بنسلفانيا، واحدة في بروج في أبو ظبي، وهذا ثالث أكبر مشروع، 1,800,000 طن، ليس هناك بهذا الحجم. احنا والشيال 50-50 مع وزارة النفط، احنا 25 لنا والنفط، يعني الدولة العراقية 50 والشيال 50، ودنعاني لتخصيص بتخصيص الأرض. يعني أستاذ يعني نجم، أثناء بناء المشروع راح نشغل بحدود 40,000 شخص، بعد إكماله راح نشغل مباشرة وغير مباشرة 30,000 شخص فقط في المشروع، ولكن نوفر من 100 إلى 150,000 فرصة عمل لإنشاء صناعات صغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا. كل ما ينتج من صناعات بلاستيكية في العراق ممكن ينتج بهذا المنتجات اللي ينتجها في مشروع نبراسة فترة. قد مساحة الأرض اللي يعني تحتاجوها أستاذ عادل؟ بدينا بشيل، بدأ بنفس المشروع في أمريكا، الآن بدأ ينتج. إيش قد مساحة الأرض اللي أنتم تحتاجوها حتى بلك السيد الرئيس الله يطول عمره يسمعنا ويسمعك؟ إذا 150,000 فرصة عمل ونوقف استيراد الصناعات البلاستيكية، إيش قد تردون فرصة مساحة أرض أستاذ عادل؟ نعم، هي الأرض بصراحة مجموعة من القطع، أخذنا كل القطع، مجلس الوزراء أوعز الدوائر المعنية، ولكن الآن نعاني في أحد الدوائر مؤسسات الدولة في البصرة يرفض أنه يعطينا القطعة الأخيرة اللي هو ضروري جدا. المشروع هي 4 × 5 كيلومتر تقريبا، أو 3.5 × 5 كيلومتر، لأنه مشروع عملاق مثل ما قلت لك 14 مرة أكبر بهذا مشروع المصنع الحالي. ليش يتحجج أبو البصرة؟ شنو أسباب أبو البصرة؟ رؤساء الوزراء ليش يتحجج أبو البصرة ما يعطيك أرض؟ وزراء يصدرون بس تنزل إلى دوائر أخرى. يعني أنا أجيب لك مثل أحد المحافظين، السيد وزير السابق أستاذ محمد الشياع كان رايح لهناك زيارة، محافظ قال لي أنا أفتخر إني وقفت المشروع سنة. يعني افتخار إنه وقف المشروع سنة، لو ما تدخل يعني دكتور عادل في وقته في وزارة النفط، يعني الله يجازيه خيرا، كان يمكن المشروع يعني انهار بصراحة، كان بذل جهد كبير جدا.